ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بدأت زيارتها التاريخية إلى إيرلندا التي تستغرق 4 أيام، حيث توجهت بصحبة زوجها الأمير فيليب إلى مقر رئيسة إيرلندا ماري ماكيليس قبل أن تتحول معها إلى حديقة الذكريات لوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري الخاص بالشهداء الإيرلنديين الذين سقطوا في معارك الاستقلال عن بريطانيا. كما قامت الملكة بأداء واجب التحية لكل الذين قدموا أرواحهم في سبيل حرية إيرلندا. في الأثناء شددت دبلن إجراءاتها الأمنية ونشرت 8000 شرطي و2000 جندي لحماية ملكة بريطانيا وسط مخاوف من تعرضها إلى هجوم إرهابي من قبل التنظيمات المسلحة التي تنادي بانفصال إقليم إيرلندا الشمالية عن بريطانيا. رغم كل هذه الإجراءات تجمع عشرات الأشخاص قرب حديقة الذكريات للاحتجاج على هذه الزيارة ورددوا شعارات معادية لبريطانيا. الزيارة حملت عنوان المصالحة وتهدف إلى توطيد العلاقات بين الجمهورية الإيرلندية والمملكة المتحدة. إذ تعد الملكة إليزابيث الثانية أول شخصية ملكية تزور دبلن منذ 100 عام حين قام جدها الملك جورج الخامس بزيارة إيرلندا قبل حصوله على الاستقلال. رئيسة إيرلندا وصفت هذه الزيارة باللحظة الاستثنائية في تاريخ البلاد وبداية لمرحلة مختلفة تماما على الماضي وما علق به من صراعات وحروب بين البلدين الجارين.